رئيس الوزراء يؤكد عدم مد فترة التصالح في مخالفات البناء، ونهاية سبتمبر الفرصة الأخيرة للمخالفين. الكتل النيابية اللبنانية تتوافق على تسمية مصطفى أديب لرئاسة الحكومة الجديدة. وبعد 17 عاما من الحرب الأهلية، الحكومة السودانية توقع اتفاقا للسلام مع الحركات المسلحة. الثانية ظهرا، 12 ظهرا بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا، وفي البداية نرجو من حضراتكم أخذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا لنحمي أهلنا ونحمي بلدنا. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أنه لن يكون هناك مد لفترة التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن نهاية سبتمبر تعد الفرصة الأخيرة طبقا للقانون. تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مستشفى الأقصر الدولي، يأتي ذلك استكمالا لجولتها التفقدية لليوم الثاني على التوالي بالمحافظة، وذلك لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة الاستعدادات اللانهائية تمهيدا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. هذا وأوضح دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أن مستشفى الأقصر الدولي تم تحويله ليصبح مجمع الأقصر الدولي الطبي، خاصة وأن المجمع يضم العديد من المستشفيات التخصصية وكافة التخصصات الطبية. كما تفقدت الوزيرة مستشفى الطب وجراحة العيون، ووجهت بسرعة الانتهاء من التجهيزات الجارية بها. وإلى لبنان، حيث تعهد رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب بتشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص في أسرع وقت، وذلك لإجراء إصلاحات سريعة في البلاد. جاء ذلك في أول تصريحات له عقب تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة من جانب الرئيس اللبناني ميشيل عون بعد حصوله على الأغلبية النيابية اللازمة. وشدد رئيس الوزراء اللبناني المكلف على أن بلاده ستبقى مصانة رغم النكبات التي تعرضت لها. هذا ووقعت الحكومة السودانية في جوبة اتفاق سلام مع الحركات المسلحة الذي أنهى 17 عاما من الحرب الأهلية في السودان. وجرى توقيع الاتفاق بحضور كل من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووفد رفيع من الخرطوم. وصل وفد أمريكي إسرائيلي إلى الإمارات لمتابعة اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل. يرأس الوفد الأمريكي كبير مستشاري ترامب جارد كوشنر ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين هذا، ويقود الفريق الإسرائيلي مستشار الأمن القومي مائير بن شبعت. وسيبحث المسؤولون التعاون الثنائي في مجالات مثل التجارة والسياحة، فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن زيارة الوفد ستكون لمناقشة الملفات المدنية، مشيرة إلى إرجاء باقي الملفات وعلى رأسها الملف الأمني إلى وقت لاحق. Thank you.
نهاية الموجز مشاهدينا الكرام، ونحيط على محاضراتكم بأن التردد الجديد لقناة أكسترا نيوز أصبح 11785 فيرتيكال. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.